لا هي المستقبل، هي بعد البترول. انا الشبيبة هذه لازم تخدم الارض، اذا ما خدمتش الارض ضيع. كنا نخدموا ارضنا كاع، والفلاح يخدم الفلاح فلاح، والماسو يقعد ماسو، لونتربرونور يقعد اونتربرونور، نخدموا فلاحه ما تخصناش حي. في اواخر شهر اوت استمر الحصاد بقريه الرواشد ولايه غليزان. ربما هذا اخر فلاح يجمع محصوله. تخلف حسين عن حملة الحصاد والدرس كان بسبب عدم قدرته على إيجاد آلة حصاد بالمنطقة، ومع سعي الدولة على تجميع كل المنتوج وفرت تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية غليزان الآلات اللازمة لحسين الذي ولسنوات طويلة يستمر في خدمة الأرض. احنا فلاح دائما، احنا نتوالى السياسة تاع لحد الآن الدولة راهي مليحة. لما ذاك كي تكون هكا توفر الماشين تاع حصاد مثلا كيما هكا تاع الحرث تاع الصوالح تاع الفلاحه، هي نكونوا احنا في الفلاح يخدم، شي الحاجه اللي تعطلك ما تحب ايه نخدموا. والحمد لله نشوفوا الدوله بلي هي راهي قايمه بهذا. ان شاء الله الدوله توقف معنا الى الحد، وحنا ان شاء الله فاني رانا هنا نفرحوها الى لا. هذا اللي نتمنى ان شاء الله. المردودية والنوعية كانتا مقبولتين، لكن ليس بالشكل المطلوب. لم يستعمل حسين الأسمدة الأزوتية والمبيدات خلال الموسم، وإلا كانت الغلة ستكون بكمية مضاعفة. إن شاء الله الدواء. الدواء ما درناش. الدواء لازم تزرع. الدواء ما درناش. ديت القرض الرشيق ولا؟ لا. دير قرض الرشيق. عندك الدعم في الزريعة. عندك الدعم في الزنغري، وعندك الدعم في الدواء تاع الحشيش. هذه فايده وتربح المصاريف وقت اللي تدخل فلاحتك يخلصوهم الدين تاعهم. مليح مليح هذه. ما تقولش ما عنديش باش نشري الدواء، ما عنديش باش نشري الانجري، هاد الصوالح كاع راهم كاينين نور. في ولاية تيارت كما في ولاية غليزان توجد المساحات الشاسعة التي عادة ما تزرع حبوبا. توجد أيضا العائلة الفلاحية التي تحترف الفلاحة والتي تدفع سنويا آلاف القناطير من القمح والشعير إلى تعاونية الحبوب. واحد من بين هؤلاء خالدي، مستثمر فلاحي ومكثف بذور، يوسع سنويا المساحات الخاصة بالحبوب ومعها المحيطات المعنية بالسقي. يمتلك خالدي جميع الوسائل التي تؤهله لذلك بمنطقة ولاد بوغدو ببلدية الدحموني. كنا قليل الناس، قليل فلاحين من الجد للاب لدروك، مازلنا دايما فلاحة. كان عندنا فلاح واحد زوج قطارات ولا مخلينا، واليوم الحمد لله حنا عيشتنا وكل شيء هي الارض. نتبع الارض، نتبع الفلاحة من جدي لبوي، زدت انا، زاد ولادي راهم معايا فين. والارض دروك اللي يخدمها تعطيلو، تخدمها تعطيلك، إلا ما عطاتك الياسر تعطيك القليل. المساحة أنا راه عندي واحد 160 قطار 170 راني نخدم. عطاوني 18 قنطار. ها راه بالكواغط أخي بلاك. دفعت لهم 1000. وعطاوني 50 قنطار قمح. دفعت لهم 2700. سنا سيليكسوني فاني نخبرك. سيليكسوني تاع الزريعة. ممن حققوا نتائج مبهرة في إنتاج الحبوب بولاية تيارت، الولاية القطب في إنتاج هذه الشعبة الاستراتيجية، نجد المزارع النموذجية. عادة يتم فيها احترام المسار التقني طوال الموسم الفلاحي، وكذا استعمال السقي التكميلي خلال المواسم التي تشهد نقصا في الأمطار. نحن الآن متواجدون بين الوحدة الإنتاجية سي عبد الكريم التابعة لمجمع تثمين المنتوجات الفلاحية وشركة تطوير الفلاحة المتواجد مقرها بسي حواس تابعة لبلدية 70 دائرة مهدية. خلال موسم 2021-2022 تم استغلال مساحة تقدر ب 500 هكتار من القمح، قمح الصل، وعدنا 62 هكتار من القمح اللين، وعدنا 100 هكتار خاصة بمادة الشعير،
وعندنا 20 هكتار خاصة بمادة الخرطان. تختص هذه الوحدة الإنتاجية بإنتاج تكثيف المنتجات الفلاحية الخاصة ببذور. المزرعة النموذجية حطام مختار كانت ما بين المزارع النموذجية الأوائل على المستوى الوطني، بحيث قدرت أنها يكون عندها إجمالي إنتاج حوالي 28 ألف قنطار من مختلف الأصناف، من القمح الصلب، قمح اللين، الشعير والخرطال والباقوليات الجافة. المزرعة من بين تخصصاتها أنها تكثف البذور وتجرب أصناف جديدة على مستوى الولاية اللي ماهيش عندنا. العام على سبيل المثال السنة الفارطة كان عندنا، جربنا صنفين هما وهبي في القمح الصلب، وهبي وواد البارد، كان مردود تاعهم لا بأس به بمعدل 25 قنطار في الهكتار. إن شاء الله يكون عندنا موسم وين نكثروا مساحة القمح الصلب حتى من أجل الأمن الغذائي للوطن، ومن أجل تكثيف البذور كذلك اللي هي العامل الأساسي والهدف الأساسي تاع المزرعة. في شهر سبتمبر وقفنا بتيارت كذلك على عملية دفع الحبوب في المخازن المخصصة لذلك. تمديد الآجال وإلزامية تسليم المنتوج إلى تعاونيات الحبوب مكن الفلاحين من الاستفادة من الزيادات التي مست أسعار القمح والشعير. التحفيزات اللي دارها الرئيس ودارتها خاطس عليه المصروف زاد تاع الفلاح. دوك لا كانت ماشينا بكري كانت 350 للساعة، دوك راهي في 400. البوطة كانت بوطة ب 6000 راهي 8000. المازوط كي زاد المازوط وزادونا اللي الوسموم هادو تاع القمح، السومة هذه اللي زادوها تاع القمح تعاون الفلاح بزاف. ماذا بينا حنايا هكا كي يحفزوا الفلاح، الفلاح يخدم. الحمد لله قايمين بينا، يجي الواحد يدير لاشين تاعو، تلحق التالة تاعو يدخل يفرغ المحصول تاعو يخرج، ما كان حتى مشاكل الحمد لله. مادام السومة راهي مليحة والدولة راهي مدعمة لازم تخدم، ما تدي بزاف، تخدم مليح تدي بزاف. الحمد لله. أول ما يتم التحضير له في إطار الاستعداد لحملة الحرث والبذر هو معالجة البذور. في نهاية الموسم الفلاحي تقوم التعاونيات 46 التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب باستقبال المحصول من مكثف البذور ووضعه في محطات مخصصة لذلك. بداية موسم الحرث والبذر لموسم 2022-2023. هذا الموسم هذا احنا يعني مستوى التعاونيات وعلى مستوى الديوان الجزائري المهني نبداو في شهر جوان. في شهر جوان كي نبداو نجمعوا المحصول، نبداو الجمع تاع البذور، هذيك البذور نصفيوها ونعالجوها باش نوجدوها لموسم الحرث. هذه العملية نبداوها ابتداء من شهر جوان، شهر جويلية. وكذلك فيما يخص الأسمدة بدينا في شهر جويلية نجمعوا كميات معتبرة على مستوى التعاونيات باش الفلاح اليوم غدوة باش كي تجي تبدا حملة الحرث والبذر يكون الفلاح كل اللوازم تاعو موجودة على مستوى التعاونيات. التعاونية تبدأ بداية تحضير موسم الحصاد منذ بداية موسم الحصاد والدرس، يعني منذ شهر جوان اللي فات. كل يعني فيما يخص تحضير البذور كل الظروف مهيئة لاستقبال الموسم الحرث والبذر. كمية البذور على مستوى تعاونية متوفرة متوفرة بكثرة. هذا مركب فيه محطة وفيه مخزن، حاليا منتوج في محطة وين استقبلنا بذور لا بأس بها، فيها فيترون، فيها سيميتو، وانا بدينا التصفية. هو الفلاح كي يطلع في الصيف كي نصفوها نوجدوها كاع نرسلوا ليزاناليز سي ان سي سي وين يعطونا كي يعطونا لي لو اجري نبداو نكبرتو حنايا. المحطه الجديده لانتاج البذور مندس في فصل الصيف يتم استقبال المحصول الخاص ببرنامج التكثير، تكثير البذور الممتازه. ياتي الفلاح يدفع المحصول تاعو هنا، يكون الفلاح داخل في برنامج التكثير
يتم تكييف البذور على 3 مراحل باختصار: مرحلة الاستقبال، ثم مرحلة التكييف، وآخر مرحلة هي مرحلة المعالجة، مرحلة معالجة البذور. قبل أن تعالج البذور يتم انتقاء عينة من محصول الفلاح، يتم أخذها إلى مركز تصديق البذور بثيارف. بعد ذلك من شهر أكتوبر يستطيع أي فلاح اقتناء البذور من المحطة الجديدة مندس. ورانا إن شاء الله بإذن الله رانا قريب نكملوا تكييف البذور وبكل ما أوتينا من مجهود. ترسل عينة من الكميات المستقبلة إلى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والتصديق عليها قبل عملية المعالجة الكيميائية. مكسب هام بالنسبة للقطاع ككل وحتى بالنسبة للأمن الغذائي، لأنه يتم من خلال هذا البنك تخزين أكبر عدد ممكن من البذور، البذور اللي تعتبر هي موروث حيوي الواجب المحافظة عليه من أجل تقديمه للأجيال القادمة من أجل رفع تحديات الأمن الغذائي. يتم تخزين هذه البذور في عدة غرف، إذن عندنا 5 غرف معدة لذلك. يتم تخزينها لاستعمال هذه البذور كنقطة انطلاق لأي برنامج تحسين الأصناف مهما كانت الظروف، أي أن الباحثين لما يحاولوا أنهم يوضعوا تحت تصرف الفلاحين أصناف جديدة تكون مقاومة للظروف المناخية القاسية وكذا ذات مردود عالي، يلجؤوا للبنك من أجل أخذ عينات للبذور من أجل استخدامها في برامج تحسين الأصناف، ليتسنى لنا وضع تحت تصرف الفلاحين أصناف جيدة ذات مردود عالي ومقاومة أيضا للظروف المناخية القاسية. نحن متواجدين الآن في المخبر الصحي المختص في التحاليل الصحية للبذور والشتلات المنتجة محليا، وهذا المخبر متكون على عدة اختصاصات، منها الكشف عن الفيروسات والكشف عن الفطريات والكشف عن البكتيريا المتنقلة عبر هذه البذور، وهذا من أجل التصديق و اعتراف بجودة هذه البذور المنتجة، أي أنها خالية من أي مرض وأي مسبب مرض أي كان، فيروس، فطر أو حتى بكتيريا. في المركز الوطني لمراقبة البذور أو أحد فروعه يتم التأكد من جودة البذور وإبداء الملاحظات بغرض تطوير خصائص البذور وضمان مردوديتها. المهام الأول هو مراقبة وتصديق البذور والشتائل، عندنا المراقبة اللي نقوم بها في الحقل والمراقبة اللي نقوم بها على مستوى مخابر المركز، وعندنا تسجيل الأصناف الجديدة، يعني تسير الفهرس الرسمي تسجيل الأصناف الجديدة في الفهرس الرسمي الوطني الجزائري، وعندنا أيضا المهام الثالث هو مرافقة كل المؤسسات المنشئة للبذور والشتائل وكذا الفلاحين، وهذا يعني عن طريق دورات تكوينية أو احنا أثناء المراقبة. بعد الموافقة تبدأ عملية المعالجة الكيميائية في محطات معالجة البذور. مع انطلاق موسم الحرث والبذر يتقدم الفلاحون ومنتجو الحبوب للحصول على البذور المعالجة إما عبر آلية قرض الرفيق أو الاقتناء المباشر. يتوزع نشاط التعاونية، نطاق نشاط التعاونية إلى 3 ولايات اللي هي الجزائر العاصمة البوليدة وبنسبة كبيرة ولاية بازا، كما تقدر نسبة الإنتاج السنوي لكل أصناف البذور حوالي 50,000 قنطار، ما يفوق 50,000 قنطار اللي يقدر يغطي احتياجات تاع 3 ولايات وفائض إنتاج ليغطي حتى ولايات الغرب وولايات الجنوب. نقاط توزيع الحبوب أو البذور لهذا الموسم هي 3 نقاط، من بينها نقطتين في ولاية البوليدة ونقطة على مستوى ولاية بازا. يبلغ عدد الفلاحين إجمالا حوالي 500 فلاح اللي نزودوهم بالبذور، من بينهم 30 مكثف بذور منخرط في برنامج تكثيف البذور.
تحضيرا للموسم الفلاحي ولا حملة الحارس والبدر 2022-2023. يعني التعاونية قامت بتحضير الكميات اللازمة من الحبوب البذور بمختلف الأنواع والأصناف. ما يخفالكش أن التعاونية عندها 5 محطات لتصفية البذور، بحيث الكمية التي تم استقبالها يعني تم تصفيتها وتحضيرها وأخذ عينات. العينات تم إرسالها على مستوى المخبر الجهوي لمراقبة الشتائل، لمراقبة الحبوب والشتائل، بحيث أن الكمية اللي يعني تم المصادقة عليها يعني حاليا راهي تغطي احتياجات ولاية قسنطين. البذور تاع ولاية قسنطينة راهي يعني جودة كبيرة، يعني من ناحية كيما نقولوا حنا لا فاكولتي جيرميناتيف، قدرات الإنبات تاع يعني تاع لا سومونسون تاعنا، ولا من ناحية الصفاء لا بيورتي، لا بيورتي فاريتال ولا بيورتي سبيسيفيك. يعني لا بروف انه مام الكميه مام حنا كي نقدموا طلبات تاعنا للسي ان سي سي، يعني البذور تاعنا راهي مصادق عليها يعني كليا، ما عندناش يعني يعني قليل وين يعني يكون عندنا رفض البذور تاعنا يعني بارابور لا كاليتي تاعها بارابور الجودة تاعها. في ولاية تلمسان توجد 5 محطات لمعالجة البذور. في هذه الوحدة ببن سكران الاختصاص هو غربلة ومعالجة بذور الشعير. سجلت الولاية مردودية لا بأس بها في إنتاج هذه المادة خلال الموسم الفلاحي الماضي. هذه محطة ومحطة مختصة في تصفية وغربلة الشعير. كما يعرف العام الخاص باللي هذا الموسم كان موسم خاص وامتياز بمادة الشعير، حيث كانت السنوات الماضية كنا كان عندنا نقص في هذه المادة، ولكن هذا الموسم بتضافر الجهود وبتدعيم الدولة في السعر الذي شهد تغيرا، حيث كل الفلاحين المنطقة قاموا بدفع المنتوج، وهذا المنتوج صديق نجمو نقولوا باللي يساعدنا في عملية الحصد البرد، حيث تكون كمية البذور متوفرة سواء قمح صلب، قمح لين وشعير. أما ببلدية تملوك ولاية قالما بدأ الفلاحون في الإقبال على محطة معالجة البذور للحصول على حصصهم. العام الجديد هذا تسمى توصل وقت الزراعة، نجي ندير الزراعة، الأرض محروثة، كلش مخدوم، السنة وغير دوكا من جهة الزراعة أخرى. نجيو يلعب وقت الزراعة نجيو نشارجيو الزراعة. لا تسهيلات كاينه على الكيف خلاص. نلحقوا كل السهل. بالنسبه للموسم الفلاحي 2022-2023 الحرث والبذر، العمليه راهي بدات بتوزيع البذور على الفلاحين. قبل هذا قمنا بتجميع كميه معتبره من البذور يعني على حساب الموسم، الموسم كان شويه صعب. عاده احنا نجمع حوالي 180 الف قنطار سنويا. العام هذا في ظل الظروف اللي سادت الموسم جمعنا ما يقارب 112,000 قنطار. قمنا بعملية التصفية تاعها وعرضناها على المخبر التحاليل. لحد الآن رانا في عملية التوزيع مع الفلاحين. الفلاحين راهم يتقربوا لنا في كل يوم، وكل فلاح ياخذ الكمية تاع البذور اللي يحتاجها. بالنسبة للبذور عندنا عدة أصناف، عندنا حوالي 7 أو 8 أصناف من قمح صلب ولين وشعير. الاستثناء هو بالمنيعة، الولاية التي تعرف المحيطات الشاسعة والمردودية الكبيرة في إنتاج البذور، فبعد ترقيتها إلى ولاية كاملة الصلاحيات استحدثت تعاونية للحبوب والبقول الجافة للتقرب أكثر من منتجي الحبوب بالمنطقة. بالنسبة لبرنامج تكذيب البذور تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمنيعة في إطار تصدير برنامج يفوق 3500 هكتار موجهة للبذور، المساحة المراد زراعة هذا الموسم 12,060 هكتار، يعني بزيادة تقدر بأكثر من 2000 هكتار مقارنة
بالسنة الماضية. تحصلت تعاونية الحبوب البقول الجافة على تراخيص لتسويق الأسمدة، تم استخدام الأسمدة العمق، ويتم استخدام أيضا لدينا مخزون من أسمدة التغطية اللي يستعملها الفلاحون في هذا الموسم. كذلك تحوز تعاونية الحبوب البقول الجافة بالمنيعة على وسائل هامة للزراعة مثل آلات البذر والجرارات اللي هي مسخرة اللي يستعملها الفلاحون في هذا الموسم. واستحدثت كذلك ولأول مرة محطة لمعالجة البذور تتبع التعاونية. في إطار التحضير لحملية الحرث والبذر لموسم 2022-2023 تقوم تعاونية المنيعة بتكثيف ومعالجة البذور للتحضير للموسم، كما أنها المحطة الأولى والتجربة الأولى هذا العام لولاية المنيعة. إن شاء الله نحاول نحقق الاكتفاء الذاتي للبذور تاعنا، بحكم أن الولاية هي منطقة فلاحية بامتياز. رانا نسعى والتعاونية إطارات تعاونية تبذل كل جهدها للتحضير لعملية الحرث والبذر لموسم 2022-2023. ما تعالجه المحطة هو غير كاف بالنظر إلى الطلب الكبير من فلاحي المنطقة، لذلك يلجأ منتج الحبوب إلى المزرعة النموذجية الحاج محمود حجاج للتزود بالبذور المعالجة. 12 سنة في المجال بالتعاون مع الديوان الجزائري المهني للحبوب وكذا المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والتصديق عليها. هنا رانا في محطة معالجة البذور، أول محطة على مستوى الجنوب، تمول جميع الولايات الجنوبية والولايات الشمالية، كذلك الفلاحين تمول الفلاحين والخواص مع سي سيالات والخواص ثاني كيف كيف. كما راك تشوفوا هنا عملية التصفية ومعالجة البذور، وهذه هنا بذور مزرعة حجاج محمود. كما راك تشوفوا هنايا هاوليك عملت المعالجة، وعندنا الآخر لاسومونس بتاعنا سيرتيفي من المخبر سي ان سي سي، سيرتيفي تسمى سومونس، والإنتاج تاع القمح إنتاج مزرعة تاعنا، المزرعة تاعنا عندنا 346 هكتار ديزيني لإنتاج البذور. حنا عندنا نطبقوا لي نورم ونخدموا بلي برودوي هومولوجي هنا في الجزائر ومنوعية المليحة للفلاح كي يدي ما يكونش عنده أي مشاكل إن شاء الله بالنسبة لمعالجة البذور. وبالنظر لنجاح الكثيرين في إنتاج الحبوب بالمنيعة، يعمل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والذي يوجد مقره بولاية المنيعة، يعمل على احتضان نماذج ناجحة أخرى في المجال من خلال توسيع المحيطات المعنية بإنتاج الحبوب بالجهة الجنوبية للوطن. ولاية المنيعة يعني معروفة هي رائدة في إنتاج الحبوب منذ سنوات عديدة، وخاصة السنوات الأخيرة يعني المساحة تعرف الزيادة في كل سنة. هذه السنة لحقت 11000 هكتار، والمساحة راح في كل سنة تزيد حوالي 20%، يعني حوالي 2000 هكتار في السنة. دونك يعني المستقبل يعني واعد، ولكن كاين بعض الصعوبات يعني اللي تؤرق بعض الفلاحين، وخاصة مشكل الكهرباء. ولكن نلاحظ يعني بالنسبه للسنوات السنه هذه الماضيه بالنسبه للسنوات الاخرى زياده الانتاج كانت معتبره، لحقنا 74 قنطار في الهكتار، ويعني بالنسبه لكميه الانتاج بالنسبه للسنوات الماضيه ولايه المنيعه زادت بحوالي 45%. ولدعم الفلاحين المنتجين وخاصه مكثفو البذور، فتحت هذه السنة الشبابيك الموحدة مبكرا لتسهيل استفادة الفلاحين من قرض الرافق، وهو آلية تساعدهم في اقتناء البذور الأسمدة والأدوية، والنموذج من ولايتي البويرة وبرج بعريريج. باش نخدموا الله تاعنا، المهم مساعدين في الرفيق، حنا كون مش رفيق هذا ما نجموش نخدموا، ما عندناش الكلام بزاف. الناس اللي ما عندهمش يسمى يدير قرض باه يعني يخدم الفلاحه تاعو بكل سهوله،
ما تخليهاش بور على جال الملف تاع الزريعه باش نخدموا باش الكره سيرا صنا دي الكوارت تاعي وان شاء الله نتكلوا على ربي. العام اللي فات خدمت انا خدمت نعميه وانا دافع لهم 80 قنطار شعير و250 قمح وعندهم البنات ولول عام الاول ما كانش هما نحسد انا حسد 233 قنطار في برج الغديره. دفع استحقاقات القرض يتم في عند دفع المحصول نهاية السنة، يتم دفع مستحقات البنك عن طريق عندما تقوم تعاونية بالتحويلات البنكية للفلاحين للحسابات الخاصة. الجديد في هذه السنة أنه تم تقديم كل الخدمات البنكية على مستوى هذا الشباك. في الحقيقة في السنوات الفارطة كان تقديم الخدمات ينحصر في فقط في تحصيل الديون والقروض التي تم منحها خلال بداية موسم الحرث، ولكن هذه السنة بنك فلاحة والتنمية الريفية قدم كل الخدمات على مستوى الشباك من فتح حسابات تقديم كل الخدمات التقنية. من آليات دعم الفلاحين ومنتجي الحبوب توفير العتاد والمكنن، حيث تقوم تعاونيات الحبوب والبقول الجافة عبر الوطن بكراء العتاد للفلاحين خلال مختلف الحملات وبأسعار تنافسية. توفر تعاونية على 41 آلة حصاد وكذلك على 13 جرار في مختلف الأحجام، كما توجد بها 21 محراث لمختلف الاستعمالات، وكذلك لدينا آلات لتسميد وآلات البذر اللي يمكن للفلاح يستعملها. مصلحة العتاد الفلاحي لولاية تلمسان حيث بدورها عندنا المصلحة تنقسم إلى ثلاث وحدات لتغطية المساحة الشاسعة لولاية تلمسان، عندنا وحدة ببلدية مغنية، عندنا وحدة ببلدية الرمشي، وعندنا وحدة ببلدية سيد العبدلي. أما من الناحية ترتكز مصلحة العتاد الفلاحي على أمرين أساسيين وهما عندنا لوكاسيون وعندنا لابخيستاسيون. لوكاسيون أي كراء العتاد الفلاحي للفلاحين، ولابخيستاسيون أي خدمة الفلاحين بالعتاد الفلاحي. هذو هما الامرين اللي ترتكز عليهم المصلحه نتاعنا. يتقدم الفلاح للمكتب التابع لسيرفيس موتوكوتير مصلحه العتاد الفلاحي، يسجل الطلب تاعو في سجل مخصص، نقوم ببرمجه الطلبات وفق العتاد المتوفر، نستدعو الفلاح عن طريق الهاتف، يقوم بالامضاء على طلب ثم يقوم بتسبيقات ماليه على حسب الخدمة الفلاحية. على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب وبموجب مختلف القرارات الصادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي نصت على إنشاء وحدات للخدمات الفلاحية، تم اقتناء عتاد فلاحي بدعم من الدولة يقدر ب 60%، أين تم اقتناء 1000 آلة حصاد أزيد من 360 جرار من مختلف الأحجام، بالإضافة إلى العتاد المخصص للحرث وتمهيد مهد التربة. وفي هذا الإطار والديوان على ككل سنة وقبل كل حملة سواء حملة الحرث والبذر أو حملة الحصاد والدرس يقوم بجملة من الإجراءات من بينها توزيع العتاد المتوفر على مستوى التعاونيات 46 على الوحدات التابعة للتعاونيات لCCLS لتقريب العتاد بين الفلاح وتجنب التنقلات الطويلة للفلاحين من أجل الاستفادة من هذا العتاد، وهذا بأثمان مقننة في متناول الفلاحين. تقول الأرقام أن منتجي الحبوب الذين طبقوا المسار التقني خلال الموسم الفلاحي هم من حققوا أفضل النتائج فيما يخص مردودية الهكتار الواحد. ثلاثة من كبار المستثمرين الفلاحيين في شعبة الحبوب بولاية سطيف التقيناهم بتعاونية الحبوب والبقول الجافة، نجاحهم كان نتيجة تطبيق المسار التقني في كل موسم. بان تحصلوا على مردود هذا تاع 30 والفوق هو كامل في المسار التقني، تبدأ من الحرف يعني كي تحرث الارض نتاعك مليح، دير لها لورو كروازاج، تعقب لها ليسكاري باش تدير لو ليد سومونس، تعقب الماشينه تاعك تريقليها ثاني تاع الزريعه،
حسب البذور اللي عطاو لك على حساب الوسمو البي ام جي تاعهم لي زونغري دو فون فين تستعمل دي زونغري ملاح لو ديزيرباج في وقته ثاني تكشي لازم في الوقت انسان الى خدم المسار التقني تاعو يتبعو كما ينبغي المردود فيها. الفلاح اللي ما يعرفش واش راه يحط في الارض، الفلاح اللي ما يعرفش قداه الحبه راه يحط في المتر المربع تاعو، من الاول ديجا المسار تاعو راه خاطئ، لانه اذا كان مشى بهذا المفهوم تاع 350 حبه حتى 380 حبه في المتر المربع، القمح هذاك اللي يجيبو يهز عينات من كل الاكياس اللي موجوده راح يحوز حوالي 1000 حبه اللي وين بالفعل يحسبها بالحبه 1000 حبه، راح يوزن ال 1000 حبه هذيك. الفلاح كي ينظم الامور تاعو ويوجد التربه تاعو ويعرف روحه واش راح يزرع ويجيب لا سوموار تاعو ويشوف انسان في الشوفير تاعو ولا الفلاح اللي يكون كاليفي يعرف روحه واش راح يحط. هنا المراحل راهي متكامله بين بعضها، نبداو حنا نحرثوا نبداو نعاودوا نبداو نزرعوا، يجينا الوقت تاع لي زونغري، يجينا الوقت تاع الرولو، يجينا الوقت تاع الديزرباج حتى نلحقوا الفتره تاع الحصاد. انا وارث الفلاح هذه على الاب. الاب ما كناش في ميدان الزراعه، ما عاد دخلنا في ميدان مستثمره فلاحيه. نهار كنا مامبا ما نجيبوش سبعه في القطار. كنا ما نعرفوش التعشيب، ما نعرفوش الزراعه هذه كيف قداه في المتر كاري قداه. من بعد مشينا في التقنيات والله غير الحمد لله خير كبير. فهذا الرجال واقفين على الشيء هذا اللي يحبوا البلاد والله غير خير اللي ما كنا. انا واحد من الناس ما كنت استنى في المستثمره هذه تاعي تعطيني الشيء هذا. والديوان الجزائري المهني للحبوب يعمل على مرافقة الفلاحين وخاصة مكثفي البذور لضمان إنتاجية أكبر في أراضيهم. احنا مدينا العام اللي فات الحملة اللي فات للفلاحين ولاية سطيف وطيلة الموسم الحرث والبذر تابعناهم على كل مسار تقني من ناحية البذور، من ناحية التسميد، من ناحية مكافحة الأعشاب الضارة، كل المسار التقني. وهذا هو الدور تاعنا على مستوى تعاونية حبوب وجقافة لولاية سطيف. لازم علينا نرافقوا الفلاحين على كل مسار تقني من موسم الحرث والبذر حتى الموسم الحصاد والدرس. الماء والتراب ما يعطيولكش انتاج كامل، بون لازم لك دير مسار تقني محكم. والمسار التقني هذا وين نجيبه؟ عندي مثلا دار الفلاحة هنا نقدر نهز منها المسار التقني، مديرية الفلاحة نقدر نروح لها نهز مسار تقني، لأنه المسار التقني ماهوش من صنع فلاح مثلا، بالتجربة ممكن، ولكن لازم يكون العلم. العلم هذا وين راه يكون؟ عندنا هنا في السي سي ال اس، عندنا في مديرية الفلاحة. الناس الكل كانت تحاول وين نكتشفوا هذا الأرض وين تروح. بفضل ربي سبحانه والإطارات والإدارة وصلنا لواحد النتيجة. أنا نهار الحصاد أنا شخصيا كفلاح كنت يعني شيء إنتاج غريب. هي النتيجة اللي كانت في هذوك الهكتارات هي كانت 80 قنطار في الهكتار. نجاح تطبيق المسار التقني تشترك فيه محددات أخرى، فبالإضافة إلى المكننة نجد السقي الفلاحي واستعمال الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية التي عرفت مؤخرا زيادة محسوسة في الأسعار، وهو أمر سيؤثر بشكل مباشر على المردودية الفلاحية. هو المشكل ما تروح هنا يظهر لي يا جماعة بالك صالح ولا عمر جماعة يشوف لي زونغري برك شوي زايدة الصناعة. لي زونغري مش كبير. لا هو المشكل كبير. الأسعار اللي راهي فيها شو ما زايدة. راه ما كاينش من يقدر يديرها. وإن كان الدولة قاعدة تدخل يعني. قاعدة تعاون يعني. هذو نقولوا ديما هذو. العام اللي فات أنا عاونوا يعني. الدولة كاين حوايج اللي رانا قادرين عليها، المشاكل اللي نحلوها على مستوانا ما عندنا فيها حتى إشكال. ولكن لما الاسعار هو هذا لا انا يظهر لي صبيح باش جماعه ما لا بالنا كل جماعه الزياده هذه ماشي زياده من هنا زايده من الخارج هذه درتو لي زونغري عالميا قاعدين يمبورتي فيه ماهوش حنا يعني من المفروض شويه الناس كل دير مجهود من المستورد يجيب هذو ينقص شويه من هامش الربح الدوله تدعم شويه وحنا نزيدو نديرو مجهود وحنا نديرو مجهود. العام اللي فات الدوله دخلت في سعر المرجعي زادت رفعت في السومه كاين زين زاد المره هذه ولا زاد الدوله هي قاعده تراجع في السومه هذه. احنا قبل كان نخدموا ب 12 يسقى من الهكتار 12 13 في الهكتار نديروا المسار التقني كامل من الادويه من الاسمده من كلش تقمنا 12 13 اليوم عاد تقام 20 22 انا 12 اللي زادت الاخرى ذيك مين راح نغطيها. وللمستفيدين من قرض الرفيق الحق في الاستفاده من الاسمده من تعاونيه الحبوب والبقول الجافه،
فبمغنية مثلا توجد وحسب المسؤولين بتعاونية الكميات اللازمة من الأسمدة. زيادة إلى ذلك أن المحطة راها متوفرة على الأسمدة فيما يخص أسمدة أونغري دو فون وأونغري كوفرتير، وهذا لإنجاح الموسم الحرث والبدر سنة 2022-2023. فيما يخص الفلاحين متواجدين على الحدود، على متواجدين على الحدود، على المناطق الحدودية، يقتنيوا جميع البذور تاعهم والأسمدة من هنا، من عندنا، من محطة تاعنا هذه. تنتج الجزائر الأسمدة الزراعية لكن ليس بكمية كبيرة، يتم تعويض النقص باللجوء إلى الاستيراد. من الأسمدة التي يستعملها الفلاحون هو ما ينتجه القطب الصناعي للأسمدة الفوسفاتية والأزوتية بولاية عنابة، الذي يعول عليه كثيرا لزيادة خصوبة الأراضي الفلاحية بالجزائر. الوحدات المنتجة هي وحدة الأمونياك التي تنتج مادة الأمونياك حوالي 1000 طن أمونياك يوميا. هذه المادة تعتبر مادة أولية لإنتاج حمض النيتريك، الذي بدوره هو مادة أولية لإنتاج نترات الأمونيوم، وهي بدورها أيضا مادة أولية لإنتاج الأسمدة الأزوتية. فهنا ننتج الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية بجميع أنواعها، MPK، PK، TSP، EAN، أليتاليكيد، يعني مادة سائلة، وتنتج وتوزع مباشرة بعد أن تحول إلى وحدة التوزيع إلى الفلاحين. يقدم المصنع بالإضافة إلى الإنتاج خدمات وإرشادات للفلاحين. يدونا تحليل التربة، نعاودو نخرجو كي يعاودو يخرجو ليا تحاليل التربة هذوك، نفهمو الفلاح هذيك التحاليل إيش لازم يدير، ومن ثم تبدا عملية الغرس والمرافقة في الأسمدة، المرافقة في نوعية الأسمدة، الكمية اللازمة في عملية ثانيك مكافحة الآفات، الأمراض والحشرات. تعاملنا مع المهندسين هذو تاع شركة فيرتيال، يعني هو المراقبة تاعهم دورية، تكون دورية. التدخل تاعهم يكون يعني في الوقت المناسب، يعني لمكافحة الآفات الحشرية والفطرية، ويعطونا ثانيك يعني كمية السماد المناسبة، يعني الكمية هذه تختلف حسب نوع التربة. من عوامل نجاح المسار التقني اعتماد السقي الكلي أو التكميلي للحبوب. مكثف الحبوب ومنتجوها بكميات كبيرة لا يعولون كثيرا على الأمطار، لديهم مصادر أخرى للمياه. مكثف البذور هذا بولاد رحمون بقسنطينة بعد استفادته من رخصة حفر بئر سيوسع المساحات المعنية ببذر الحبوب. وصلنا حوالي 187 متر دو بروفوندور، وصلنا لاخر كالسيوم اللي رانا نجبدوا فيه هذا، باش نحبسوا حوالي واحد نزيدوا 12 متر، 13 متر، باش نحبسوا خلاص في الفراج. رانا في الدقائق الاخيره اللي يخلصوا فيها اليوم ان شاء الله. ايه وصلنا لما حوالي 15 متر دو بروفوندور. ايوا مازلنا باش نعرفوا الديبي، برك الديبي تاع الماء لازمنا كومبريسور يشوف ليه في الانتيريور ويخرج لنا باش نعرفوا قد عندنا باش نشوفوا لا بومب اللي تخرج لنا الماء. الموسم هذا اللي فات نحيت 30 في القطار، 30 كان طوال الكتار نديرها اورج شعير، والحمد لله السنه رانا راح نعاودوا نفس البذور لكن نديروا نوعيه اخرى، مثلا القمح صلب ولا القمح لين. هذه هي الهدف نتاعنا، كيوفق رب العالمين ويجينا الماء، هذا هو الاوبجيكتيف. فيما خاض هذا الفلاح في المنطقة الشمالية لولاية برج بوعريرج وبالضبط ببلدية برج زمورة تجربة إنتاج الخضروات، سيسقيها من مياه الحوض البلاستيكي الذي استفاد منه مؤخرا ليوسع نشاطه إلى الاستثمار في الشعب الاستراتيجية. أنا دارين الفلفل، أنا دارين شوية تاع قرعة، شوية تاع طماطم، الدلاه ثانية، ودارين كوطا هكذا خرفنا، وربي ورحمته. وان شاء الله هذه دوك من الفوق نحرثوها نديروها قمح. رانا معولين نخصوا حوالي من 80 حتى ل 100 قطار. هذه حبوب. ان شاء الله رانا دايرين الرش هذاك المحوري ما يصلحش هنا، مي عندنا الرش هذاك الدائري كيف يسميوه هذاك. نسقيوه ان شاء الله، الماء راه عندنا، الكهرباء الحمد لله وصلت.
فلاحو الجهة الجنوبية لولاية برج بوعريرج بمنطقة ولاد إبراهيم التي تعرف نقصا في المياه يراهنونهم الآخرون في الإنتاج على السقي التكميلي لزيادة المردودية. هذا الدعم استفدنا منه من برنامج الدعم الفلاحي جومي بران من لي موفي الماء، هذا استفدت منه هاني في الأشغال تاعو الأولية، هذا من انطلقنا لي موفي الماء نقولوا إنساني حفز للمستقبل إن شاء الله باه يخدم خدمة زينة كما يقولوا. عملوا داير غير حفرة صغيرة ولات نعافر نقولوا خدمت زوج قطارات زقيتهم نقولوا قمح وفرينة نحيت 40 في القطار. وسنا إن شاء الله راني نممل إن شاء الله بالك نخدم 10 قطارات ولا 8 ولا 12 الشيء اللي قدرت عليه. رونمون اللي زقات السنة خرجت 40 في القطار، واللي ما زقاتش زوج قطار زوج قناطر في القطار، اللي ما زقيت زوج قناطر في القطار. فرق كبير. فرق كبير. الأخرى 40. اللي تسقي 40. سما تشوف اللي لازم السقي. لازم السقي، لازم السقي، سما جفت لازم السقي. لازم السقي والتكنولوجيا الجديدة. هذا العام تم تسطير استراتيجية للرفع من المساحات المسقية بالنظر إلى ما تعانيه ولاية برج بوعريرج من الجفاف ونقص مصادر المياه، وبالتالي سطرت برنامج لدعم الفلاحين بالأحواض المائية البلاستيكية للمقتصدة للماء ومتبوعة بعتاد الري الفلاحي لرفع من المساحات المسقية خاصة الزراعات الاستراتيجية ومنها الحبوب. كذلك تم ربط أكثر من 100 مستثمرة فلاحية بالكهرباء الفلاحية، وهذا لاستعمال المياه المصادر المياه وتقريب مصادر الطاقة من الفلاحين. تحظى مركبات تخزين الحبوب بعناية كبيرة من الدولة الجزائرية. مؤخرا تم وضع برنامج لإنجاز صومعات ذات قدرات كبيرة ومتوسطة لاستيعاب كميات الحبوب المتزايدة خصوصا عند حملة الحصاد. قدرات الإنتاج عادة لا تتوافق مع قدرات التخزين، لذلك يحول الفائض إلى مركبات التعاونية المجاورة. في غالما مثلا فاق إنتاج الولاية من الحبوب هذه السنة 1,000,000 قنطار، في حين أن قدرات التخزين لا تتجاوز 800,000 قنطار. المشكل قد لا يطرح مستقبلا مع الانتهاء من إنجاز 3 مستودعات للتخزين. بالنسبة للمشاكل اللي يشتكيوا منها الفلاحين هي في التخزين تاع اثناء موسم الحصاد. الامكانيات الموجوده والقدرات تاع التخزين في الولايه ما استوعبش الطاقه الانتاج اللي قاعد يخرج في الولايه. السيد رئيس الجمهوريه يحث في عده اجتماعات تاع مجلس الوزراء وان يطالب من الديوان الجزائري المهني للحبوب ومن وزاره الفلاحه باش يسرعوا في انجاز مخازن هذه تاع التخزين تاع الحبوب. والوضع صعب جدا، لا بد من امكانيه تخزين، لا بد من تسجيل المشاريع هذه في اقرب وقت. كما تعلموا ولايه قالما عندنا شويه نقص في طاقه التخزين، ولهذا التعاونيه في خلال الموسم هذا راهي جست تقريب درت 3 مشاريع، قمنا بتسجيل 3 مشاريع اللي هما مشروع في بدل الديه الركنيه، ومشروع لهنا في عين العربي، ومشروع عندنا في عين تراب. عندنا هذم لي تروا بروجي هذم حوالي طاقه الاستيعاب تاعهم اللي هي تقريبا 180,000 قنطار، يعني بزياده بارابور للطاقه الاستيعاب اللي تولي لنا عندنا واحد تقريبا 1,100,000 ان شاء الله بالمشاريع هذم. وعندنا مشروع ثاني اللي هو ان شاء الله نتمنوا انه يزيد ينطلق، اللي هو مشروع تاع بالخير اللي عباره على سيلو تاع 300,000 قنطار، هذا للأشغال فيه راهي تقريب 70%. نتمنى أنه حتى هذا المشروع يكون واجد إن شاء الله قبل الموسم الجاي إن شاء الله، ولا قبل الكومباني هذه إن شاء الله. أما بقسنطينة فتبلغ قدرات التخزين 1.7 مليون قنطار. استفادت الولاية في السنوات الأخيرة من مركب للتخزين بالخروب تسيره تكنولوجيا عالية مقارنة بما اعتدنا أن نراه. سهلت بزاف، سيرتو لوطوماتيك، سيرتو لا كوموند اوتوماتيك، تسمى سيرتو لا كوموند ا ديستونس، تسمى ما تكونش مجبر باه تروح ديبلاسي سير سيت باه تنوض هذيك لا ماشين ولا باه تنوض هذاك ليكيبمون، ولا منا ا ديستونس تنوض لي زيكيبمون تاعك وميم في لو كونترول. ما تكونش تسمى كاين تنقص تسمى عدد العمال، تسمى اللي نورمالمون كاين عامل اللي اشاك فوا يدير لا تورني ويفيريفي، انت منا من لو سيستيم من لو بي سي تقدر تكونترولي توجور ليطا تاعك تاع ليكيبمون.
ولتسيير المخزونات من الحبوب أنشأ الديوان الجزائري المهني للحبوب نظاما معلوماتيا بتفاصيل دقيقة، حيث عند تسليم الفلاحين لمحاصيلهم يتم تسجيل كل المعطيات على مستوى نقاط التجميع لتتحول آليا وفي الوقت ذاته إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة ثم إلى المديرية المركزية. لهنا الفلاح كيجينا الفلاح يعطينا البطاقة الزبون، بالبطاقة هذيك نهزو المعلومات تاعو، عندنا المعلومات تاعو نهزوها نحطوها هنا في الجيماتكم مع الكمية اللي يعطيها لنا الميزان، نسجلوها لهنا كي نفاليديوها آليا تروح عندنا السي سي ال اس، من السي سي ال اس تروح للمديرية العامة في الجزائر. حنا عندنا هنايا لي ماكازان أو نيفو دو سيرفيس ماتيير، عندنا لي ماكازان كامل اللي كاينين في لا سي سي ال اس، تما هما في الماكازان، كل ماكازان يتبع الماكازان، ماكازيني يتبع غير الماكازان تاعو، بصح في السيرفيس ماتيير تما يشابوتي لي ماكازان كامل. نظام المعلوماتي المسمى صابا تم تطويره من طرف مهندسين يعملون في الديوان الجزائري مهني الحبوب. هذا النظام يسمح بالتتبع الآني لكل المعلومات المحجوزة عبر كل المخازن التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة الموزعة عبر كامل التراب الوطني. يعني في أي وقت العامل اللي يكون على مستوى المخزن يسيزي ولا يدخل المعلومات الخاصة مثلا بالمحصول الفلاح، مباشرة في نفس الوقت هذه المعلومات تكون على مستوى المديريات الجهوية وعلى المستوى المديريات المركزية التي المخولة لها يعني باش تشوف هذه المعلومات. وبشكل منتظم تستفيد المطاحن على المستوى الوطني من حصص ثابتة من الحبوب وفق برنامج يسهر على تطبيقه الديوان الجزائري المهني للحبوب. هي شركة رائدة في مجال الصناعات الغذائية لمدة أكثر من 20 سنة في الميدان، وتقوم بعملية إنتاج مادة السميد وتغطية حاجيات الساكنة بالمنطقة وكذا حاجيات السوق. فيما يخص التموين بالمادة الأولية قمح، مادة القمح الصلب، فهي تم عن طريق الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة بصفة عادية ومستقرة، وذلك حسب البرنامج المسطر بنظام الحصة والذي يقدر ب 40% من الطاقة الإنتاجية للمطحنة. تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية برج بعرج هي الممول الوحيد للمادة الأولية، 40% ما تمثل 840 قنطار يوميا، تلحق يوميا عادي. الحصة اللي رانا نتلقاو فيها من التعاونية هي حيثها مستقرة تمثل نسبة 40% من القدرة الإنتاجية للمؤسسة. وقبل تحويل الكميات اللازمة إلى المطاحن ثم إلى المستهلك تخضع عينة من الحبوب محلية الإنتاج أو المستوردة إلى المراقبة الدقيقة على مستوى المخبر المركزي التابع للديوان الجزائري المهني للحبوب حفاظا على صحة المستهلك. المديرية تعتبر مؤسسة تابعة للديوان الوطني طبعا، وتعتبر أداة للمراقبة والتقييم والمرافقة، وهذه المديرية متكونة من 3 مخابر. نقوم على مستوى هذه المصلحة بإجراء التقييم الفيزيوكيميائي لجودة الحبوب سواء كانت قمح لين، قمح صلب أو بقول جافة. من أهم التحاليل الفيزيوكيميائية التي نقوم بها على مستوى هذه المصلحة هي الوزن النوعي اللي هو البوا سبيسيفيك، أو الوزن 1000 حبة اللي هو البي أم جي لبوا 2000 غرام، والرطوبة اللي هي لا تونور أونو على مستوى هذه المصلحة، وكذا الشوائب، وهذا وفق المرجع التوثيقي للتقييس. نحن الآن في مصلحة البيوكيمياء المتواجدة على مستوى المخبر المركزي للديوان المهني للحبوب. يكمن عملنا هنا على مستوى المصلحة على تحليل مختلف أنواع الحبوب، يعني قمح صلب، قمح لين وشعير، وذلك لاستخراج كمية ونوعية البروتينات على مستوى هذه الحبوب. في هذا المخبر اللي هو مخبر تكنولوجيا نقوم بعدة تحاليل على القمح اللين والصلب لمعرفة خصائصهم التكنولوجية،
نتائج التحاليل تبين الاستعمال النهائي لهذا القمح. مثلاً صناعة الخبز أو بسكويت بالنسبة للقمح اللين، وصناعة العجائن فيما يخص القمح الصنف.